اوكي طبعا زي ما قلنا لكم شكلها كانت جلتش في اللعبة، احنا اصلا انهينا المرحلة بنجاح تام. Basically they're monitoring every single purchase. Buy some fast food or a beer or chips and they immediately خليكم السيارة هذه. Oh shit. طبعا مع الوقت لما تروحون قدام تصيروا محترفين اكثر، يمديكم تحكمون السيارات وتاخذونها بدون ما احد ينتبه لكم. I wanna fuck with the CEO and CFO directly. Looks like they use a limo service. You can track their cars. I've marked the place. Oh really? Stay calm. We have you on CTOS. Okay. So شوف قاعد تجي في المكان، ما علينا، احنا اهم شيء نحدد الموقع الجديد اللي بنروح له. سو ابغى نلف من هنا يسار. اوكي ذاتس اوبفيوس. ابغى ان نبغون ندخل الجراج هذا، ما ادري ليش يخلونك انت دائما يا تحفر يا بين السطوح يا في الجراجات. الباب هذا ما يمدينا نفتحه ولا نفكه. Okay, find the closed circuit terminal. So الباب هذا ما بينفتح إلا إذا هكرت الجزء الداخلي من هنا. ماني شايف أي مدخل، بس طار إنهم يبغوني أستخدم ال إيش يسمونه الجامبر هذا. So يبغوني أفتح الباب هذا. طبعا في أماكن ما يمديك توصل إلا بالشيء هذا. فالظاهر انه يمديني اذا ضغط هنا على الشيء اللي هنا على المربع هنا اللي على اليمين. اوكي سو الظاهر ممكن ناخذ هذا بالاول. اوه جود سو اتس سو بيرفكت. اخذنا هذا، انا حسبت ممكن الكابينه نتحكم فيها بس لا، بين معي اني ممكن اخذ شيء. اوكي ممكن الكابينه برضه نتحكم فيها احنا. انستالين مالوير. Got the GPS data on both the CFO and CFO. نرجع الجمبر. CFO first. خلي مالك يدخل. Okay, so approach the CFO. هذا إذا قصده مع CFO ولا شكله مو باللي في بالي. متى أنا أتطور وأصير أزرف المواتب بدون ما أطلع أصوات إنذار. So they want us to reach. ما أدري إيش بالضبط، ممكن البان هذا أو لا، ما ظنيت في شيء هنا قدام على اليمين. بدل ما نلف اللفات السبع. سو هل قصدهم اني اتبع السيارة هذه بدون ما انه يحس فيني؟ اوكي انا بمشي وراه الى حد ما بطريقة اني ما ابعد عنه عشان ما افقد الاتصال. طبعا انا قاعد احمل دايرة من عنده، بس سواقتي هذه صراحة بتدخل لي بيوم تعاتب ناس يحس فيني. اوكي سو فار سو جود. 43 44 ماشيين تمام، ما ابي اصدم عشان ما يحس فيني. صراحه المشية مزعجه شوي في البدايه، كان جسيده. اوكي سو يمين، خلينا نكون حذرين. سو فار سو جود ماشيين تمام. 476 77 ماشيين تمام التمام، ما في شيء. ليش يسوي الحركات هذه؟ شيت كويس ما صرنا نتوصل للمتر. جود objective complete. Now approach the CEO. What I get. Oh, ما كان قصدي اني بس الحرمة هذه. كان في الجزء الأول، أوكي، سو الجزء الثاني كمان نفس النظام، يعني إذا كثرت من الشيء هذا ممكن العسكر يقبضون علي. Factions and conflict. So, witness calls. يمديك تقتل ال witness. أي واحد ممكن يزعجك. خلنا من يقول لين ما يشبعون، أنا صفات مسرح الجريمة. Or maybe not. خلنا ننزل من هنا ونفقع لان العسكر جايين وراي وراي. واحد بلغ علي، توقعت انه اذا كملت المثلثات الحمراء هذه اللي على اليسار في الشاشه بعد بيقبضون علي العسكر، لكن الموضوع طلع ما هو بكذا. افضل شيء اني خليت الموتور خلني افقع للسي او. الماشين طبعا مقابلين للعسكر. او شيء الجاي موتر شكله شافني، يعني اذا طلق علي
ونادى أخويانا بتصير مطاردة كبيرة، وأنا من برايك خل نرجع ثاني من هنا إذا كان في شيء يمدي نرجع منه. ما قدرت أرجع لو كان في سطح ولا شيء. Okay, the police are searching the area for you. I think they are searching for me. يعني زي ما تقول مشينا على قدام. Okay, so now I'm escaping. So far, so good. So مشينا على الأقدام، خلينا نشوف. Maybe we already vanished. خلينا نركب الموتر هذا. Out now. The SUV. So هذا الموتر objective complete. Now download the CEO's data. الظاهر هو نفس الموتر هذا، ممكن موتر ثاني. او شي، بل لازم نهدي على اساس ان احنا ما نعرف الرجال، عشان لو حس فينا ممكن يسوي لنا او يسبب لنا مشاكل. سو 31 33 33%، ماشيين تمام التمام. مشكلة في الموتر هذه، الرجال يحب يخيط واجد، وانا بصراحة ما عندي يعني السكيلز اللي تخليني اسوق مثل الاوادم زيه صراحة. هو مرة ما هو بادي، هو ماشي المشي هذه حقيت المشبوهة. في صوت زي الطنين كذا، يعني فجأة كذا ممكن يفجر شيء. سو 80% ماشي اليوم تمام إلى الآن، تمام، ما تحس فيني. سو اتس going. بس إذا من 90 99%، أوكي أوبجيكتيف كومبليت، يمدي هو يروح براحته. نزلنا شيء اللي احنا نبغاه، خلنا نطلع من منطقة الخطر. أوكي ميشن كومبليت. Nothing. Just forget about it. So أظن إن الميشن كومبليت ناو. خلنا نشوف العيال إيش بيقولون عني. خلودي بالموت هذا الصراحة اللي في بيه مرتحت له. أتمنى إن هذه ما تروح تدق على عسكر. So Josh, hot sauce. She'll get confirmation emails for every encounter. God, this is fun. So gain followers 9000. خلنا نشوف كم ريسيرش بوينتس we're gonna get. Not any. Oh, so the jumper ما ادري ايش نزل امه. خلنا ننزل. Let's call it back and pick it up. So RC jumper called back. خلنا نشوف المشن الجديد وين فيه. الهاكر سبيس، سو مين اوبريشن، اوبن ديد سيك. خلنا نشوف. يمدينا احنا يعني واحنا ماشيين بالموتر كذا يعني يمدينا نطلع السلاح. سو يمدينا نسوي فاست ترافل او نوت. ليتس سي. نو فيول تراك. Maybe that's it. Maybe that's the next mission. أروح للموتر هذا أصلاً، شكله حلو عندك يعني، سواء حلو وممتع. وش تبي أكثر من إنه يكون عندك موتر كشف؟ تخيلوا معي لو الحمية دي تطير. اللي يسمع لي ويسكولز جيز يا الغربية، اكتب لنا راية في التعليقات. ايش هي أفضل أغنية لويسكولز جيز؟ هذا المحبي الله بالعربي طبعا. So okay the 580s are in conflict. Oh no. Okay now entering Silicon Valley. هنا الظاهر على اليسار. Okay so كويس ما نزلنا لوحة ال speed limit. So I don't know if that's it. I'm just going to give up. What's wrong? I'm a student at Oakland Advanced Tech. So what? We entered Noodle's e-card challenge, and we just keep losing. We can't seem to beat the fancy schools. Okay, maybe يبغوني أنا أسوق عنهم واضح السباق هذا. هذا شيء بديهي طبعاً. خلنا نشوف وش الموتر مال هالموتر اللي هو قاعد يصلحه أو موتر مشابه له. خلنا نشوف. You want to be our driver?
You kidding? Somebody has to. Count me in. My name's Marcus. Good to meet you, Marcus. I'm Taylor. Good luck on the first race. Okay, let's see and try it. اوكي كما توقعت طبعا نفس الموتر هذا اللي كانه ماريو كارت سو ستانفورد تشالنج الظاهر ان هذا في الحرم الجامعي يبغونك يمكن انك تفوز بالمركز الاول بعد ما تاخذ التشيك بوينتس هذه كلها او شيت ذا واز سو كلوز طبعا الى الان المركز الاخير اوكي المركز قبل الاخير عشان تمام اوكي الربع الثالث اظن باقي اثنين المشكلة مو انك انت تكون الاول المشكلة انك كيف تحافظ عليه وتنهي السباق سو الثاني احنا باقي هذا اخر واحد براس ما ادري كيف بتفاداها شكلها منعطف لان هذا ما وده يصدم باي شيء او باي احد شكله على منعطف شكلي انا باخذ على حين غرة على منعطف منعطف هو او شيت شيت الله بالبركة والله شوفي يا منعطف يا اني اخذه على السرعة في مكان سيدة اوكي على منعطف السو اوبيس يا الحين بس كيف نحافظ على المركز الاول واحنا ماشيين لسه في الشوط الثاني انا ما ادري صراحة انا عيني على الطريق وعيني على الليب انه يجي الثالث وحافظ على المركز هذا وافوز يعني حتى لو انا فوز المركز الثاني تعبه كلها هباء منثورة So it's the last lap Marcos don't be so happy we need to win this challenge So الى الان انا في البوزيشن الاول ماشيين تمام اظن من هنا ما يمديك تاخذ الا من هنا اوكي So that was close اظن لازم تلف يمين من هنا سيدي سيدي بعدها يسار عيني على الطريق عيني على الخريطة وعيني الثالثة طبعا على البوزيشن I think we are so close هذا هو الخط الابيض الاخير and we did it yo yeah boy خطير تايلر can't believe we won the race that never happened before Look, if you get yourself a decent battery, it would help a lot getting off the block. Yeah, makes sense. I'll see if I can find you one. So, أظن 8,000 gain followers. Now into fuel truck. While the new e-cart battery. هذه الظاهر يبون يركبون بطارية جديدة على الكارت هذا. وين هذا تايلر؟ I can't find him. Maybe هو قدام لسه. صراحة بيكون أسهل لو نحن ناخذ الموتر ذا. وش في شعر كنا ولينا اللي في تشيلسي. Okay, glove box looted smartphone. Now entering San Francisco. اللي هو الأساس في اللعبة So maybe البطارية هنا خلنا ننزل نشوف أتمنى ما بتكون هنا في عصابة أوكي خلنا نفتح الباب هذا شكله في عصابة أوكي warning you are entering a restricted area أوكي زي ما توقعت يا في عصابة يا في حرس يا في كلاب بوليسية أوكي here's one of them أول شيء اتمنى ان ما حد يكون حاسس اوه شي هذا واحد منهم باقي اثنين يكون في عسكري ماشي هنا في الطريق يمكن شايف شيء ازرق ماشي خلنا نطلع فوق ونشوف في اثنين انا شايفهم وعارف تحركاتهم اوه الان في اربع منهم اوكي هذا في واحد فوق تحت اوكي اثنين هذا صديق سهل خلنا نقضي عليه قضايا اول شيء سوي في واحد هنا كمان ثاني All that sci-fi shit what we is kids. It? Big Man, brother, thought control, pre-crime. So he's looking for me and searching for me. So, he was your friend. That's what I'm going to do.
But nobody listens. By name. Everybody's too sold on pleasant corporate platitudes and flawless branding to realize the whole damn thing's a societal approach. It doesn't help that CTOS actually does what they say it does either. We're opposing a system that helps people on the surface. Oh my god! Behind the scenes. Shit. Makes it easy to paint us as the bad. أظن إنه في باقي واحد أخير في موتر. لكن الأهم إن نقدر على okay. So if we want to take this shit and go. We can do it. سالم مستني ستارة تخلص من كلامها. So we took it. Mission complete. Now let's go back to the E-cart. The thought of DedSec written on a whiteboard in some. أظن هذا عندك على تيل maybe. All set. I got the battery. Okay, gained followers 7500. Okay, كما توقعت في تيل في الموضوع. طلعنا من المكان هذا المشؤوم، قتلنا الكلب البوليسي، قتلنا العسكر أو السيكوريتيز أو إي كارد ريسز. في فاست ترافل there's no okay so there's one okay okay fast travel so هذا هو تايلور. Hey Taylor, here's the battery. In the nick of time. We'll install it while you get ready to drive. Here we go. Cool. Gain followers 4800 plus 6 research points. الظاهر ان هذا هم نفس المكان الاول. لكن دعم احنا فزنا في السباق الاول ليه ما نفوز في ذا؟ او شيت او شيت صراحة ما هو بسهل مثل الاول شكله. صراحة الاول على طول يعني من بداية السباق انا حددت موقع الثالث والثاني. الأول كان فقط في الشوط الثاني إني أخلص عليه، لكن بصراحة هذا أصعب مما أنا توقعت. أو شيت ألاف كثيرة وشكلهم هذيلي بيفوزون علي، لكن خلنا نجرب. إلى الآن ما خسرنا، إلى الآن إحنا ماشيين، إلى الآن. أو كنت بأخذ المنعطف هذا، ظهر إن في واحد منهم طاح. إحنا في المركز الرابع واثنين سو إحنا في الثالث الثاني. أو شيت على كل مرة أجي أخبط هنا، المرة الثالثة ما أبي أخبط، لأن إذا خبط خلاص هم فازوا. يلا قدامي أربع، خلنا نشوف. هي ترى الفكرة الكارس always في المنعطفات، أي منعطف عندك يمديك زي كذا تاخذ وتقتل بالرجال اللي قدامك. المشكلة لما تصدم، المشكلة لما تصدم بعد الها. أو شيت أو شيت سو باقي الظاهر واحد اثنين سو عدينا هذا الثالث. جيني احنا المركز الثاني باقي واحد. بصراحة المرة الثالثة أنا ما أبي أصدم في المكان الغبي هذا. أو شيء it was so close. إحنا ماشيين المركز الثاني، باقي الأول هذا لازم نخلص عليه بأي طريقة، في أي منعطف، في أي مكان سيدي نمشي فيه. لا أنا ما أبي ما أبي ما أبي. ماشيين يسار عادة أنا أخلص عليهم في المنعطفات هذه، لكن هذا شيء حماد طبعا لأنه كمبيوتر. إلى الآن إحنا ماشيين لا 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 كان على مركز واحد بس على بعد ثاني. يا حرام أقسم بالله، والله حرام يا أخي، والله يا حرام. يا والله هو شكل الكلب ذاك عنده. Actually, if we could jack up the car's processor, we could improve it. يا والله في شيء ناقص في الموتر. أنا حاسس في شيء ناقص في الموتر. So gain followers 7200. Acquire the velocity microchip. صراحة ما أدري إيش هذا، بس شكله يعني شريحة أو شيء في الموتر، شيء في الماكينة. إذا حطيتها ممكن نفوز المركز الأول. خلنا نركب الموتر. يا الله أبغى أعدل من هذا، أبغى أزرف وما أحد يحس فيني. I'm so sorry يا truck. So أظن أن هذا قدام، لو رحنا وجبنا هذا الفيلوسيتي مايكروتشيب ممكن الأداء في السباق بيتحسن إلى الأفضل. إنها مين معقولة، والله كان باقي لي بس تكة وفوز تكة، حرام أقسم بالله العظيم. Shit, that was so close.
entering Silicon Valley. Ecart Races, أظن هذا هو المين أوبريشن حقنا. My fast travel, let's fast travel man. ليش أتعب نفسي أروح بالموت وراني مدين نسوي fast travel على نودل؟ سو المرة هذه جوا نودل ممكن الشيء هذا اللي هم يبغون يتحصل عشان السباق. هذا هو صراحة شكلها فوق. ما يمدينا طبعا نجي من هنا، فشكلي بحط ال صراحة أنا أفكر في شيء لكن ما أدري حطه ولا لا. الRC jumper إذا حطيت من هنا يمديني أرقى بدون ما أستخدم ماركوس. I hope this thing never get detected. So let's acquire this thing. Mission complete. أسرع من كذا ما في. Okay, let's pick it up. RC jumper called back. Now again with tail. And let's see this last e-card race. خندق علينا نكلمه. Got the velocity check. Oh yeah. Can't wait to hook it up. We have 500 followers. عقبالنا احنا نوصل لل 7500 ولا شيء بسيط منا. اوكي سو فاست ترافل تو تايلر. ليتس توك تو هيم. This is for all the marbles, Marcus. Let me at him. It's a one shot deal. You've got one chance to bring down the big boys once and for all. Here goes. So الظاهر ان هذا الشهر الاخير، واتمنى اتمنى اتمنى اني انا لازم افوز المره هذه. وش ذا البوزيشن حقي؟ كانوا حاطين واحد بالغلط. وش جلتش؟ سو خلينا نمشي نشوف المره هذه في المايكرو تشيب، في الباتري، في الميكانيزم، في كل شيء. بس المكان هذا جديد صراحه مو مثل الاول، لكن انا صراحه يعني جيت المركز الاول أسرع 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 شيء. الحين مهمتي الحفاظ على المركز الأول فقط، ما بشيء أنا أركز على الخريطة، أركز على العيال وينهم وين ما يطلعون أحجر عليهم. سو لازم أنا فيه مين ممكن. أوكي نايس نوت باد. أحس إني أنا يمديني ألف يعني بواقعية أكثر من مثل الأول. سو lap 2 so fast so possible. So let's see. إلى الآن إحنا ماشيين تمام. الظاهر لازم تلف يمين وبعد اليمين في يمين ثانية. أوكي ماشيين تمام التمام إلى الآن. أوكي تمام كله تمام. إحنا بالمركز الأول زي ما قلت لكم، ما هو بعد المركز الأول، وكيف تحافظ على المركز حقك هذه المشكلة صراحة. ما أبغى أتجحفل في آخر الثواني زي ما صار في السباق اللي قبل هذا. So, إلى الآن إحنا ماشيين تمام في اللاب 2. دخلنا في اللاب 3 هذه بتعداني. ماشيين تمام. أتمنى لو كان في تيربو. So, ماشيين تمام. لا 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 ما أبي أصدم في أشياء كذا وأفقد مرتبتي. So, يمين يسار عطني على ربي. اوكي يمين كذا نحن ماشيين تمام. امورنا في السمباتيك. السباق هذا بيخلص الان. ووهو حق لك ماركوس. سو ماركوس This is a big win for the underdogs, my friend. Yeah, I told you Oakland could get it done. You were more than right, Marcus. It's been a pleasure racing with you. So long, Taylor. Thanks, y'all. So, gain followers. هذا اللي يهمني 8000 مشترك أو متابع. لا داعي لا داعي مهم لا داعي شكرا. E-Noodle car, new vehicle, edit to car on demand, to car on demand, okay. So, let's see which mission we've got to take now. Home sweet home. طبعا مقصدهم على home sweet home, so it's upon.
Okay, online hacking vision target. Yo, Sitar, I was curious about your posters. They're good. Real good. Like art. الشيء الحلو في اللعبة هذه اللي شدني فيها أكثر شيء. They are art. يمديك في النت أنت تروح تتحدى ناس ثانيين على نفس الشبكة. يعني أنت ماشي تخيل ماشي في عالم مفتوح فجأة تقابل لك واحد تقتله تاخذ نقاط وهكذا. يعني New operation available paint job. أنا ماني عارف ليش الشام مريح تقرفيلي بالموضوع. Okay, so it's a start operation. That's not us. We need to fast travel into anything near my mission. Okay, we need to have a طفشنا يا عيال والله نبي نغير من العادة القبيحة هذه. لكن بصراحة أسهل وأسرع إنك تروح من موتر. شيل شو السواق الغشيمية هذه. So the paint job كما توقعت أظن إن في سطح من السطوع هذه وشكل الموضوع فيه جرافيتي. Who knows? Let's see. So شكل الله لازم نرقى من هنا بس شكله لازم يبغى له وينش في الموضوع. Maybe أنا قاعد أدور على الشيء الأحمر هذاك اللي يمديك ترفعه وتنزله لأن شكله هو اللي بيساعدني. أنا ما يمدي نرقى السطوع هذه والسلالم. أنا قاعد أدور على حل بديل أو ما أو شيء قريب أو يعني anything for God's sake can't find it y'all. So that's it, let's control it. هذا اللي قاعد أتكلم عنه طبعاً. أوكي حطوهم هنا في المواقف. لازم طبعاً أشوف لي مكان قريب مني أرقيه عشان أرقى سطح فوقه منه. So خل نطلع منه نلقى الشيء هذا. Let's control it again. خل نرفعه المرة هذه. الظاهر إني بيوصلني المكان المنشود. Yeah, it did. So that's the trick. We're here, start mission. So let's see what we've got here. Where you at, Slowpoke? Right here, waiting for your ass, Slowpoke. At least I didn't climb up. يا عيال والله خطير هذه البنت. Oh. Fucking shit. حرام عليك. الله عيب عليك يا ماركوس. تعسف بنت عادية يا. ضاعت علومك ها خفت عليها. Showed me how to see the city in a new way, move through it in a new way. Didn't last long though. They were more concerned with selling t-shirts than making statements. Think you can handle it? Yeah, sure. Piece of cake. But good job, you know. Yeah, I know. I'll send you some hotspots to get you started. Make me proud. So, apply graffiti. كما توقعت شكل على الإعلان الغبي هذا. هل نرسم نخلص. That's dope, yeah. Mission complete. Return of Darsek. So tag the first set of high points. أظن في ثلاثة أماكن لازم نسوي في شيء هذا. كان ركوب الموتر أسهل وأسرع. نعم إنه كذلك. Okay, so let's see. اثنين جنب بعض وفي واحد ثالث بالحالة.
طبعاً بعد ما تطورون سكيلز، في سكيل يمديك تسوي فيها تيربو على المواتر، إنك تضغط إكس الظاهر أو شيء زي كذا. آسف على الحرق. ايش اللفه الغبيه هذه يا عيال؟ طبعا هذا اللي صار اللي اقول لكم عليه الاونلاين هاكينج. يو ام ليسنينج. We've got a lost monkey near you with all this confidential data that needs liberating. Your profiler will help you ID said primate, but they won't stick around long. I'll check it out. So how goes the monkey business? They won't stick around, you know. Yes, thank you. I got this. So, I need to fast travel صراحة إلى مكان قريب من الشيء اللي أنا أبغاه. So, e-car race is not that one. Side operation. Job. So let's first travel to this shop. Maybe, just maybe. Okay, so that's the paint job here. أظن لازم ندور على ونش عشان نتحكم ونرقى فوق السطوح هذه. هل يمدينا ان احنا نرق السلالم هذي فوق؟ او شيت هذا قاعد يدق على سكر. 911 بالله ما حد بيزعل مني، يعني قاعد شو اسمه زينا على سطح واحد من الشباب، يعني اكيد هذه بلكونه يمكن ولا شيء يا عيال. سبيلكوني فور جاد سيك. والله من جد زعل بالصراحه، انا ودي انط مني لكن انا عارف ان انا بموت. سو بلس ريسيرش بوينتس اند اول ذيز فولورز. او جاد اي ويش اف اتس فور ريل. هذا متحمس لا دق العسكري متحمس جدا هذا. اوكي سو ناو واتس ذا تايم فور ذا ريسيرش بوينتس. هل نطور شوي من يعني من مهاراتنا؟ بصراحة يعني انا واحد يحتاج انه يحط اشياء. طبعا انت براحتك، يعني انت تختار الشيء المناسب لك. انا عندي 17 ريسيرش بوينتس افيلبل. حرام يعني صراحة مستهلكة إذا ما طورت نفسي، وهذه بعدين عشان أتمتع فيها المهمات حقتي ما أتعب واجد. So okay gang attack let's take this one too. مشكلة على الريسيرش بوينتس تحصلها بصعوبة، لكن لما تيجي تصرفها تنصرف يعني زي فلوس تنصرف، يعني بعدين لما تاخذ الشيء يا أخي تتحسر تحسر تقول ليتني سويت الشيء الثاني، عرفت؟ So the another one is here. Let's fast travel here nearby the second tag. ما أدري بصراحة المرة هذه برضو فيها رقية ولا لأنهم هم مستقصدين إنهم يحطونها ترقى. بس الظاهر ان المرة هذي ما يمدينا اجيب موتر وارقى فوقه اظن يعني. So I wish if I could control that shit but I can't. معقولة المرة هذي انا برقى بدون اي شيء؟ معقولة المخرج يجيبيها مني كذا؟ لا مهم معقولة. ما ظنيتي والله، بس ما أدري وش الشيء المناسب عشان أرقي نفسي للمكان.
Maybe this van, who knows? Let's try it. أتمنى إنه ما يتجرى عسكر ويخرب عليه الجرافيتي جوب. Oh, I am. Just doing for the game. هل يمدينا أنط من هنا كذا؟ لا ما. ما 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 هي معقولة كذا. لكن لو رجعنا شوي كذا قدام والملاقيف هذول يوخرون عني عشان ما أحد منهم يدق على عسكري ولا زعل أحد. هل معقولة إني ألقالي وينش هنا أتحكم فيه؟ أي شيء أي شيء يا عيال أي شيء يعني ماني عارف. هذا وش هذا؟ لا ما يمديني أتحكم في هذا الشيء ولا نطفوقه. والحل طيب؟ والله ماني بعارف تصدق يا عيال مين معقول أي شيء أي هنت يا تستاهل. دق العسكري. لو انك رجال يلا انا اعلمك. خلي العسكر يجون يقبضون عليك انت. يا اسكيب فروم بريزن. ها يلا العسكري جاك. بس اسكيبينج كويس. اخذ جواله وكسرته. I'm now escaping and of course I'm gonna be vanished. إلى الآن أنا ما حصلت المكان اللي برقابه. مو من هنا. وش برقة؟ أنا بعرف والله. So I'm now vanished كما توقعت. لكن إلى الآن أنا ماني عارف كيف أرقى فوق السطح هذا وأسوي الجرافيتي. So we've got this. والله إني أنا سلطة وصراحة ماني عارف كيف حصلته. لكن خلي اتحكم بالشيء هذا صراحه. هذا اللي كنت انا ادور عليه وهذا شيء مفيد جدا 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 اني ارقيه على سطح واحد من العيال ارقي نفسي بعدها واسوي جرافيتي. خلينا ندور لنا على سبوت جيد. شيء احس نفسي معاق وانا قاعد اسوي شيء ذا. العيال هذول يعني لو لمس واحد فيهم الحين بيروحون يدقون العسكر كلهم. هل يمديني اطلع من هنا؟ معقوله؟ او جاد انذر كلوز تيرمينال كلوز شيت. يلا ما علينا. سو جود فايند ذا كلوز سيركت تيرمينال. خلنا نرقي الار سي جمبر. واضحة يعني إن هنا في شيء على الجدار يبغى تنط من هنا يبغى تنط تنط من هنا تنط من هنا تنط من هذي. Okay so that's it. الظاهر إنه ورا الجدار هذا إنه في شيء. So let's unlock it. A closed circuit terminal. والله مفيد جدا. عارف بقول لكم على حركة. بدل ما يرجعون لهذا إذا ضغطتم hold على الدائرة يمديك ترجع الشيء هذا على طول. شو خلنا نرجع. في سلم بعد هنا كويس. So let's paint here. Noodle research. صراحة أنا من محبي الجرافيتي. اللعبة هذه حببتني في شيء اسمه جرافيتي. He was second son, the infamous جزء الثاني. ما هو بالثاني الثاني يعني. So we've got the last spot to paint it. Oh that was so close. الظاهر ان هذا الشيء ممكن يفيد. خلني ننزله عشان الصفحة الثالث. انا ما ابغى اكون سلطة وقعد ادور على الهيدا. فأنا أقول إن نأخذ الشيء هذا بالمرة معانا. الشيء هذا مفيد جدا جدا مفيد. الشيء هذا يفك أزمات. أنا أنصحكم فيه. الآن إحنا ماشيين في السليم.
Now entering Noodle. مشوار انا ودي افقع واسوي فاست ترافل، لكن افكر بعدين اقول ما بحصل الونش هذا، وبعدين ما يمدي نرقص السطح صراحه. مشيتها فقعت ام البيض عندي، لكن وش اسوي؟ الشكوى لله. نخلص من ام المشن المخيس ها خيسوه يا شيخ، يعني بالله شوفوا انا كيف قاعد امشي، بالله هذه مشيه، بالله هذه مين مشيه تفقع البيض، بالله هذا مو بعسكري يا ابو عسكري، بالله هذا اللي وراي باله طويل ما هو قاعد يتعداني. يلا نقول ما عليه، نقول ما عليه، نقول ما عليه. اوكي قربنا قربنا من يا ام سيريس ام سيريس ام بلاين ا جيم اند اي وان تو وين. اوكي سو ايش المشي الغبيه هذه؟ لا احد يدق على عسكر يا عيال، ترى بالغلط يا عيال. ايش الجو البيض حقكم ده؟ والله شكلي ذا برقيه من هنا ماركس و خليه ينط خلاص. والله الموضوع طفش. يا الله بليز از اون ذا واي. والله ماني فاضي يا عيال، بعدين شكله من هنا شكله ما يمدينا. شوف المشي الغبيه حقتي، انا ماشي وانا قاعد اترقص، هو المكان اصلا ما هو مهيئ. لا ويبغون امشي بدون منش. ان شاء الله كيف كنت برقى السطح؟ بالله شوف المشي الغبيه هذه، بالله هذه مشياء. طب ما يمديني ارقي اكثر من كذا؟ يمدي. طب لين لين وين ومتى؟ اوه يمديني ارقيه والله، تصدق؟ لا ما يرقى اكثر من كذا تصدق. يمدي ولا ما يمدي؟ خلاص علي يا اخي. هذا العسكري جاء شكله بيشرمني شرم السنين. هو شكله ما ينفع الا من هناك تصدق؟ والله يا عيال ما ينفع الا من هناك. اوكي خف نشاط العسكر. وش تبي انت؟ تبغاني ادعسك؟ بعدين تروح تدق على العسكر انت خويانك؟ ايش سالفه هي؟ الظاهر انه ما ينفع الا من هناك صراحه تصدق؟ والله يا عيال ما ينفع الا من هنا. اي والله انا ما ودي ادعس على احد وازعل احد وبعدين يدقون العسكر ويخربون ام بيتي. يا عيال ايش الليل الطويل ذا؟ بيجي من هنا وبدا تجي. في كنترول ثاني هنا الظاهر، لازم انت تجي هنا. الحين عرفت الوضع، تيجي انت تجي من هنا تنط وتنزل الونش الثاني ذا. اي الحين عرفت، انا اشوف في كنترول ثاني. اوه شيت. لا يا عيال في الدقار سيك، يعني كيف انا ما قدرت انط؟ يعني فاهم انه ما في نط، يعني على الاقل يعني كيف هذه؟ لازم يعني الزقها في الجدار هكذا. يلا يا عمي ماشي، انت تبغاها كذا صح؟ تبغى انت على بيضك، اعطيتك على بيضك. يلا نزل يا مدير، خلاص واضح يعني انا ختمت المشن ذا، ابي اخلص من المشن ذا. طفشت. جود 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 جود. سو maybe it was worth it. صراحة ما ابغى اموت واطيح، او اطيح واموت. سو ذاتس ات. Let's add graffiti. Maybe that was worth it. Night of the Dead Sick. So Sitara, what do you think about this? Take the second set of 5 points. Oh shit, man. لسه في قدامي خمسة. يا عيال وش ذا؟ طب كيف؟ والله من جد يعني
ما تحسون انهم زودوها شوي؟ قال لي ايوه نبغى لنا مين اوبريشن ميت رينش ولا اي شيء زي كذا. وش ذا؟ هذا شكله كان سايد اوبريشن يا عيال. عادي يعني المين ممكن كان ثلاثة، الفايف هذا ممكن كان سايد اوبريشن. احنا علينا بالستوري ميشن، ما علينا بالسايد اوبريشنز. هذه يمديكم تلعبونها بعدين عادي يعني. ابي الزبد، انا ابي القصة الحقية. او شي نفس مين شي او شي والله ذا مع رشاش يا عيال. الحين اعلم امك كيف. بوم والله راند اخويان تصدق. ثاني هذا انا اعلم امك كيف. انا الحين تعلمت السكيل الجديد هذا، العسكر بيجون يهمونه. هذا خلني اخنق امه، انا اعلم امه كيف. هذا الحين بيطلع انه واشي عند اخويانا، انا اعلم امك كيف. تبونها وصاخه، انا عندي وصاخه. اوكي سو ام اسكيبنج. خلني نتعل هذا وندخل الار سي جومبر. الظاهر العسكر جو بيقبضون على المساكين هذاك. وش ذا؟ صراحه ما ودي اضغط الوان عشان ما افجر نفسي. So let's activate this RC jumper. ما أدري، الظاهر إنهم يبوني أدخل هنا من الفنس. هذه كلها مقفلة. هل يا ترى برق السطوح؟ هل يا ترى بيفجروني؟ Okay, so that's it. Maybe they want us to take this research point. And that's all. طبعا زي ما قلت لكم يا عيال، يمديكم ترجعون الار سي جامبر بالهولدنج او، بدل ما يعني حسيت نفسك طفشان وذا خلاص رجع امه ويلا مع السلامه، ولا اترك في مكان ترى هو بيرجع لك. اذا كنت خارج النطاق منه ترى هو يرجع لك، يعني لا احد يشيل هم الشيء ذا عادي ترى. بس شو اسمه ما عندك تستخدمه بعدين الا بعد فتره، يعني فتره يعني يطلع عندك زي العداد كذا بعد دقيقتين بعد تستخدمها. So now entering South Park. So hacking invasion. هذا اللي يقول لكم عنه. And up to 20k followers. هذا اللي يقول لكم عنه. An online hacking. Your data is being stolen. طبعا في لاعب هنا قاعد يلعب معي أونلاين. طبعا ما هو بمزاجي أنا اختاره، هو شغال معي وهو اللي قاعد يزرق من البيانات، وإذا قدر يأخذ من البيانات هذه بيحصل على 20,000 followers. صراحة أنا ما أدري مين هو بابو سيفونز potential hackers. صراحة أحس بيزروفني بيفوز في النصبة هذه، لكن أنا ما أعرف هو مين. ممكن يكون هذا. أنا حتى لو عرفته منهم ممكن هو يطلع علي وأموت وانتهى. Find Al Gobi. ما أدري صراحة تمشي هو صراحة في الدائرة البنفسجية هذه، لكن أنا ما أدري منهم. Not the hacker. Use net hack. Oh, I can't find him. He's so good. هل ممكن يكون هذا اللي قاعد يدخل جوا؟ Oh, let's neutralize him. Oh shit. صراحة ما توقعت إني أفوز عليه. Hacking invasion complete. Enemy hacker died. سو وين ال 20,000 فولورز اللي قلتوا لي عنه؟ سو ذاتس ات. 15,000 اعطوني من اصل 20,000. يلا ما عليه، ما هي سيئة. مين قاعد يحصل الشيء هذا في الواقع اصلا؟ سو ليتس سي ذاتس ات. ذا مين اوبريشن هوم سويت هوم ميت رينش. ما ادري صراحة وين رينش فيه. Oh shit. They're hurt. Somebody dial 911. Yeah, call him so fast. So maybe Lance Damon يقابلني في الجراجات. ما ادري هو وش سالفته بين الجراجات. خلي افتح الجراج هذا. And meet Lance at his garage. Okay, هذا الجراج حقه. So long term plan. Home sweet home. Main operation. ما
ما علينا، الظاهر ان احنا لازم ندخل عند رينش ونشوف وش عنده من علوم. سو وصلنا رينش، مثلث، let's talk to him. Stay calm. We have you on.